اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة كيكة مكوناتها 3 بيضات، هنحطهم في الخلاط. وهنضيف عليهم 1 كوباية سكر، والكوباية دي هستخدمها في بقية مقادير الكيكة بإذن الله. وهنحط 2 معالق صغيرة فانيليا ونضربهم لغاية ما يبقى اللون فاتح. بعد كده اللون بقى فاتح كده تمام، هنضيف 1 كوباية زيت بنفس الكوباية اللي كنا حاطين فيها السكر، ونضربها في الخلاط. وبعدين نضيف 1 كوباية لبن عشان المحتوى كله يتجانس مع بعضه. هنحط 2 دقيق منخولين وعليهم 2 كبيرة بيكنج باودر مع 2 ذرة ملح، ونقلبهم كويس. بعد كده نصب عليهم البيض مع السكر مع اللبن اللي احنا ضربناهم في الخلاط. هنجيب صينية نرشها رشة زيت خفيفة ورشة دقيق خفيفة كده بطانة، ونحط 1/2 العجينة نوزعها كويس، ونجيب 2 أو 3 معالق من الكاكاو نحطها ونقلبه كويس قوي. وبعد كده نصبها على الكيكة وندمجها كده مع بعضها. وطبعا في الأثناء دي أنا مولعة الفرن عشان تسخن على 180 درجة. هنحطها في الفرن على درجة 180 لمدة 35 دقيقة. دي بعد ما طلعت حطيت عليها شوية مربى برتقان خفيف كده، طبقة خفيفة كده، ورشة جوز هند. يا رب الوصفة تعجبكم ويوم سعيد عليكم ان شاء الله. هي طالعة اهي هشة برغم انها كانت سخنة، قطعتها سخنة بس هشة.